عقد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعا تشاوريا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجدد الوزراء المجتمعون التأكيد على الاستعداد الدائم للحل السياسي للأزمة مع قطر، على أن تلتزم الدوحة بتنفيذ المطالب 13، وعلى العمل على تحقيق الأمن القومي للمنطقة العربية. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن اجتماع الدول الأربع يهدف إلى أن تكف قطر عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن الاجتماع بحث ملف تدخل قطر في شؤون الدول الأخرى. وأضاف الوزير أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تثمن جهود أمير الكويت المحمودة التي تسعى للعودة إلى الوئام العربي وتنقية الأجواء داخل مجلس التعاون الخليجي. وكان وزير الخارجية السعودي عادل جبير صرح بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك أن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، وأنها بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة.